بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان النهاردة الصبح شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلاً بيكي يا فندم. أهلاً بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصاً إن في أمطار ممكن تبقى رعدية وفي شبورة، فطمنينا أكتر فين الأمطار دي، الرعد ممكن يكون مكانه فين بالظبط علشان ناخد بالنا بعد كده. بالفعل يمكن أغلب السواحل الشمالية الغربية بتتأثر بوجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وكمان السحب الرعدية على مشروع في العلمين والأسكندرية، بعض المناطق كمان من شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ. وبالفعل بدأ خلال ساعات الصباح الأولى تساقط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق من مطروح. فرص الأمطار اليوم بتكون أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأوقات على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، المناطق اللي ذكرناها، والأمطار دي كمان هتكون أمطار رعدية على فترات متقطعة من اليوم. باقي مناطق الجمهورية هتتلاشى طبعا عليها فرص سقوط الأمطار، لكن احنا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة الملحوظ أكثر خلال فترات الليل الصغرى. خلال فترة الليل بتسجل ما بين 10 وال 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، في بعض الأماكن من المدن الجديدة شمال الصعيد بتسجل درجات حرارة أقل من 10 درجات، فالأجواء خلال فترات الليل بتكون أجواء ما بين البردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية، لكن خلال فترات النهار برغم انخفاض درجات الحرارة لكن احنا بنحس بالدفء والأجواء اللطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة ودافية أيضا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. بالإضافة كمان في فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل بتتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق، يعني بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، ويمكن الشبورة المائية دايما مع تكونها بيكون في ساعات الليل متأخر وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، فمهم جدا نحذر قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، لازم القيادة بهدوء تام نتبع كافة تعليمات المرور في أوقات تكون الشبورة المائية. غدا إن شاء الله متوقع إن الأمطار هتمتد أيضا للمناطق الداخلية، يعني هتشمل كافة محافظات الوجه البحري وهتصل لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بعض المناطق من سيناء وخليج السويس، لكن كميات الأمطار في المناطق الداخلية هتكون أقل من المناطق الساحلية بإذن الله غدا وبعد غد. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي بسرعة تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 19 10، اسكندرية 19 13، العالمين الجديدة 19 12، مطروح 19 12، دمياط 19 13، بورسعيد 20 13، إسماعيلية 21 10، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 10، العريش 19 12، كاترين 16 4، طابة 20 12، حلايب 23 16، شلاتين 25 15، شرم الشيخ 23 16، الغردقة 23 14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 8، بني سويف 20 8، الوادي الجديد 21 9، أسيوط 21 6، سوهاج 21 8، قنا 22 9، الأقصر 22 9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 11. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان توصيات هيئة الأرصاد إن في شبورة مائية الصبح وشديدة وممكن تبقى كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية، كمان ناخد بالنا إن في أمطار ممكن تبقى كثيفة ورعدية في نفس الوقت، نحافظ على المسافات بين العربيات وبعضها، نلتزم بالتعليمات المرورية بشكل كبير، نبعد عن أي تجمعات مائية ممكن تبقى على الطرق أو أعمدة الإنارة عشان نوصل بيوتنا بسلامة، وكمان
نلبس لبس تقيل، خلاص الجو بقى بارد طول اليوم ما عدا بالنهار بيكون لطيف شويه، لكن نحافظ على ملابسنا. نرجع مره تانية لشاذلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا.